شبير عزيز إن نفسها والنظارة تسير بالبر الكمال ومليار واضح بسيط الذي يقيس به سفر الصداقات ونجاح الشراكات. اليوم طبعا الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب ركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى ترتبط بالقضية الوطنية على اعتبار الثابت والمتحول الثابت في هذه القضية هو الموقف الأمريكي. هناك أيضا تحول إيجابي لموقف الجارة الشمالية إسبانيا. هناك مجموعة من الدول الأوروبية مثل هولندا ألمانيا وأيضا قبرص وهنغاريا كانت لها مواقف إيجابية. إذن هناك اليوم أكثر من 30 قنصلية بأقاليمنا الجنوبية بكل من العيون والداخلة، وبالتالي ف40% من الدول الإفريقية فتحت قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية. إذن المغرب يؤكد جلالة الملك بأنه ينظر لشركائه بنظارة القضية الوطنية. إذن الموقف من القضية الوطنية هو الذي يحدد طبيعة الشراكة مع هؤلاء الشركاء، وهي دعوة مفتوحة لمجموعة من شركاء المملكة والدول الصديقة لتوضيح موقفها من القضية الوطنية والخروج من تلك الدائرة الرمادية. المحور الثاني للخطاب الملكي ركز على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء تعلق الأمر بمغاربة العالم أو بالجالية اليهودية المغربية، وبالتالي فهذه الجالية تقدم تحويلات مهمة تقدر بحوالي 100 مليار درهم سنويا تقريبا. وبالتالي ماذا قدمنا نحن لهذه الجالية؟ إذن كانت هناك دعوة ملكية لتبسيط المساطر للتأطير التربوي والديني، وأيضا للاستفادة من الكفاءات المغربية بالخارج، سواء كفاءات مغاربة العالم أو الكفاءات المغربية اليهودية بالخارج، من أجل ربط أواصر التواصل معها والاستفادة من خبرات وكفاءتها. وأيضا هناك اليوم دعوة واضحة لخلق هيئة لتتبع الكفاءات المغربية بالخارج حتى نستفيد منها، لأن المغرب اليوم في حاجة لكل أبنائه سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. حاليا موجودين بولاية مدينة وجدة تضامن مع الخطاب الملكي السامي جلالة الملك. تحدث على الصحراء، الصحراء مغربية وستبقى مغربية، ونحن مغاربة العالم كلنا مجندين وراء جلالة الملك. هذه من جهة. من جهة ثانية لما نتحدث عن الاستثمار، المغاربة العالم موجودين وبغوا يستثمروا في بلادهم ويدافعوا عن المقدسات ديالهم عبر كل أقطار العالم. كنشكروا سيدنا على هذا الاهتمام، الاهتمام بالجالية المغربية، لأن جلالة الملك هو اللي كيدافع عن الجالية المغربية، هو اللي وقف عليها. الله يبارك في عمر سيدنا. أحلى الأماني وأزكى التهاني لصاحب الجلالة الملك الباني بمناسبة ثورة الملك والشعب، واللي عبر خلالها في الخطاب ديالو السامي على يعني تجديد الدول العربية الشقيقة والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية على مغربية الصحراء، وذلك بفتح قنصلية يعني داخل المدن العيون والداخلة. هذا يعني واحد الحافز كبير، واحد 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 اعتراف كبير لمغربية الصحراء، كما ننسى الدور الفعال اللي كيقوم به المواطن المغربي في الداخل وبالخصوصا في الخارج. يعني هما السفراء ديالنا خارج الوطن، واللي يعني بالمواطنة ديالهم وبالتعبير ديالهم الجاد والتعبير ديالهم وراء صاحب الجلالة، يعني كنقولوا وكنعاودوا ان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه باذن الله. وعاش الملك والله يشافيه ويعافيه. شكرا.